معلش برضه انا علق في بيئه والتعليم بتاعي انا بس جاهز يعني اللي اتفضل بيه استاذنا الكريم هو الحنين للماضي، الحنين لتقاليد الاسرة وتقاليد المجتمع اللي فات. هل التقاليد دي اصبحت مقبوله في العصر بتاعنا؟ هل حضرتك تقبل ان او حضرتك تقبلي ان عم الولادي قابلهم في الشارع يقولهم قلمين؟ هل تقبلي ان لو حد من الرجاله هل يقبل ان خلي الولاد ياخدوا قلمين؟ فاصبحت ليه ما يقبلش؟ ليه ما في ناس قالوا لا؟ لا ليه بقى السؤال هنا ليه ما يقبلش؟ ايوه في ناس قالوا لا. لا اقبل لانه هو قال لك انا موجود. قال لك ابوه موجود. قال لك ابوه موجود. صدق المعلومه وبالتالي احنا لازلنا في عدد من القدرات اللي انا بتكلم عنه. هل النمط القديم بتاع التربية هل كان نمط صحيح؟ طيب لو هو كان نمط صحيح احنا عملنا ايه واحنا طلعنا شكلنا ايه؟ هل احنا ضرعنا دلوقتي واحنا كبار كده؟ هل احنا سلام نفسيا؟ هل احنا مستقرين نفسيا؟ لو احنا كنا كويسين نفسيا مستقرين نفسيا كنا قدرنا نربي اولاد واسر سعيده واسر ناجحه. ولكن ده دليل على ان تربيتنا برضه ما كانتش افضل حاجه، عشان كده احنا عملنا اسر مش افضل حاجه. تمام؟ هل الضرب والمثال بتاع الضرب ومثال العنف والحاجات دي كلها هل مقبوله دلوقتي؟ طيب هل هي كانت صح اصلا انها تتعمل كده؟ ان الواحد يبقى يعني الناس بتفتخر يقول لك وانا خاطب وانا متجوز وقفت جنب ابويا فابويا خدني قلمين. قدام مراته ما قدرش ارفع عيني فيه. هل ده مثال على الادب؟ ولا مثال على القهر؟ طب انت هتعامل مراتك بعد كده باي وش؟ شكله ايه؟ هل احترامك لنفسك فين؟ هل ثقتك في نفسك راحت فين؟ هل الكلام ده كله كان صح ولا كان غلط؟ انا برضه ما بقولش اجابات، انا برضه بطرح اسئله. اللي بيقول لي ان النمط فلان كان صح بدلائل ايه دلائله؟ وايه نتائجه؟ واذا كان هو غلط ايه نتائجه؟ وايه دلائله؟ فاحنا لازمنا انا بركز على الحته اللي ابتديت فيها لازمنا احنا في تناقضات مع نفسنا ما بين الحداثه وما بين الماضي وما بين الدين وما بين المجتمع وما بين ممارساتنا واللي احنا عايزين نعمله وما بين ما يجب ان يكون. كلنا عايشين في دايره من المتناقضات وانا نفسي انا مش عارف اطلع منها. هو بينكم تشكيل افراد وافراد. هندي الكلمه لضيوف ضيوف المنصه الكبيره مع ضيوف المنصه مباشره كله بحسب قول